بعدين وصلنا العراق رايحين لبيتنا، اهلي ما يدرون، راح ادخل عليهم واشوف ردة فعل امي وابوي. هسه جا وقت اسلم على نانا، وداي نانا تشوف ديفيد سنتين ما شايفت حوله شايفتني. يلا تعال شوف. شكوي بوس بابي كفو بس راح نطلع انا وانا شو راح نجيب؟ كيفهم يا ديفيد؟ حاليا خليني اشوفكم ايش تسوي. وين شاركي؟ وين شاركي؟ بس بتمشون طلعنا بالسياره راح نروح نجيب الكيك مال ديفيد. طبعا الوالده سوت مفاجاه لديفيد، مشتري الكيك على شكل بيبي شارك. مثل ما تعرفون الحين الاطفال كلهم يحبون البيبي شارك، فراح اسوي شكل بيبي شارك. وصلنا حاليا لمكان الفراش، راح نشتري الكيكة مال ديفيد، راح نشوف حاليا شلون مسويها، هل مسويها مثل الطلاب اللي احنا سويناه لو ممكن مسويها احلى. طبعا لحد هاللحظة ديفيد ما يدري شنو اللي صاير، شنو احنا مسوين، فكل هذا الموضوع مفاجأة. ديفيد حاليا نايم، فننتظر بس نخلص الديكور كامل حتى يطلع ديفيد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. سنة حلوة يا نوني. سنة حلوة.
حبيبي سنة حلوة يا نوني. حلوة حلوة حلوة. Don't go.